حبيب، انت بتعرف انه انا ما بوثق بحدا بالنادي الا فيك. بدي منك خدمة، بدي اياك تقنع زلفة تيجي اليوم على النادي، اليوم من كل بنت. بالنسبة لجهاد شو؟ جهاد عم يتقرب مني كزلفة. انت؟ انا؟ ما عم حس غير بشعور الانتقام منه ومن ريموندا. كل ما شوفه بتذكر حالي بالحبس، قديش تعذبت وقتها. يعني حضرتك مجوزة ست زلفة؟ واحد بلا ضمير بلا أخلاق تركني حبل وفل. قليلي مين هو؟ بروح اقلب إيدي. ما تخاف، أنا بعرف أتصرف. كنت ناطرك هون، جيت أشوفك. بس أنا ما جيت لأشوفك. بس كم بدي أقول لك إنه اللي صار؟ ما بيهمني. في حدا ناطرني تحت، ما بدي أتأخر عليه، بدي أطلب منك خدمة. من عيوني. بديك تهتم بالنادي بغيابي. بس رح ترجعي ما هيك؟ أكيد رح أرجع. ورح شوفك كمان. ورح ضل ناطرك. عشت طول عمري أعزب كرمال يجي نهار ولاقي بنتي، وما خلي حدا يشارك أمشي. شو اسمها بنتك؟ قمر. قمر أبي عاد. لما بفكر ببنتي بتوتر شوي، بحس بضيقة نفس كأنه حدا عم يخنقني. تصورها تعبانة زعلانة وأنا مش قادر أصلها. عمو رؤوف، أنت ما تفكر هلأ بالموضوع. أنا بعد ما ولد وارتاح رح فتش عليها ولاقيها. بوعدك رح لاقيها. رؤوف، في عندي خبر إلك يمكن يبسطك. خبر حلو؟ بس ما بدي اياك تنفعل. ما عم تقولي خبر حلو، لا بدي انفعل. انا رح ساعدك حتى تلاقي بنتك. انت؟ وتنسى اللي قلبه عشقها. مثل
قدامها تابوا البشر، منا حدا وما في حدا مشتركي بقلبه أثر. مثل القمر مثل القمر قدامها تابوا البشر، منا حدا وما في حدا مشتركي بقلبه أثر. شو بك معصب؟ شو بك؟ انا خلص لازم اقول له عمتي. يا حبيبتي بكره بيجي نهار وبتقولي له على كل شيء. لك اي نهار؟ اي متى رح يجي هالنهار يا عمتي؟ انا ما بقى فيي هيك، هيدا اللي قهرني. انا وياك بنعرف كثير منيح انه بيي مش رح يصح ولا رح يتحسن. لا اي متى بضل شوفه عم يتعذب هيك قدام عيوني؟ ما بقى فيي، بدي ريحه، بدي اياه ينبسط، يغمرني، يقول لي بيي. عمتي عمتي فهميني، بترجيك فهميني، هي كلمة واحدة واحدة بس بتحل كل هالمشاكل. يا بنتي يا بنتي انت فهميني فهميني، انا هيدا ابن خيي ما الي غيره، انا ربيت انا وياه، ما بدي خاطر بحياته. عمتي انا رح كون صريحة معك، انا ما عم لاقي حل تاني غير اني فل من هون. شو؟ فلي من هون؟ يا عمتي نحن صدقنا انه نقيناكي. عمتي بيي ما بيوثق بزلفة ولا بحياته رح يوثق فيها. زلفة بالنسبة له بنت غريبة، وانا ما عم بقدر اقول له انه انا بنته. شو بدك ياني اعمل؟ رندا شو عم تحكي؟ قلت لك انا بعرفها لبنتك، شايفتها بضيعة صهري. بس بنتي مش بتضيع، هي بعدها فوق. انا عم بعمل تحرياتي وعرفت انها نزلت على بيروت. بس رؤوف انا بعرف ناس فوق بيقدروا يوصلوا لها باي طريقة. خلص اتكل علي، عن جد أنا حب ساعدك من كل قلبي. وأنا كمان من كل قلبي بشكرك. بس رندا بيروت كبيرة، مين بيعرف وين عايشي كيف عند مين؟ مستحيل. معك حق، بس نحنا منا خسرانين شي. إن شاء الله يكون الله بعت لي إياكي بالوقت المناسب. إن شاء الله يا رب أقدر ساعدك ونقدر نلاقيها حتى كفر عن كل الذنوب يلي عملتهم بحياتي. إن شاء الله. قلت لك بعدين بنحكي بالموضوع، قومي روحي عند الحكيم هلا. يلا معك حق تأخرت. ليك عمتي بروح معك؟ لا عمتي ما في داعي، انت خليكي مع بابا هون. بابا عنده مين يسليه؟ مين؟ صديقة قديمة. صديقة قديمة؟ منيح بركي بيتسلى شوي. ليك يا عمتي انا رح روح وارجع بسرعه، بس ارجع بدي اخبر بي عن قراري. قلت لك بعدين بنحكي بالموضوع. خلص طيب انا صار لازم امشي. خليك نتغدى هون، بدي اعرفك على بنت بعتبرها مثل بنتي. معلش غير مره، خليني امشي. أراه اصلا انت لازم ترتاح وتنتبه على حالك. ما تعتذر مثل ما الله بريد. بالاذن. مع السلامه. لوين من غير شر؟ لعند الحكيم. مين كيف عندك؟ صديقة. لما بترجعي ما يمسك حكيم. حاضر. انتبه يا حبيبي. اخبار؟ مع السلامة. وترني حبيب، زاد كلمته فل. ليش شو قال لك؟ فكري شوي لينا معي. ما
معقول تكون زلفة هي بنته لرؤوف يلي عم بفتش عليها؟ كبر عقلك حياتي، كل الناس كان عرفت إذا لقيها، إنه معقول من بعد كل هالسنين يكون مخبية عنده وما قال قدام حدا؟ أنا قلت هيك، بس ليش ما قلنا؟ كان عطيها الوكالة أصلاً قبل ما تجي لهون. مزبوط، معك حق. بديكي تنزلي على بيروت وتجربي تحكي معه وتشوفي إذا قنعته يعمل لها الوكالة بشي طريقة. بنزل هي وعنده؟ مش ضروري تحكي معه قدامها. طيب ماشي، يما أنا يما هي. رح يجي لهون ويحكيك بكل التفاصيل يلي طلبتها منه. بس أنا ما بدي إياك تظهري معه فيروز، ما بدي إياك تشوفيه هون وهون، ما بدي العالم تحكي عليك. بس رح يصير خطيبة. خليه يثبت لك هالشي، خليه يثبت لك إنه بحبك. اوعى تستخفي بحالك. أنا ما عم بعمل شي غلط. بعرف، بس الحب أعمى، يمكن ياخدك لمطارح منك قدها. شو قصدك؟ ما تفهميني غلط حبيبتي، أنا بدي مصلحتك، ما بدي إياه ياكلك لحم ويرميكي عضم. بس هو قال لي إنه بيحبني. إذا بيحبك بخاف على اسمك، على شرفك وسمعتك. شو يعني؟ شو لازم أعمل هلأ؟ ممنوع تظهري معه إلا ما يصير شي رسمي. خليه يجي ويحكي معي. وقت يرجع من بيروت أكيد رح يجي، وأنا ناطره. جهاد؟ رندا؟ كيفك جهاد؟ ماشي الحال. ساكن هون؟ ايه بالأجار. وأنت؟ أنا قاعدة شي 10 دقايق بعيدة من هون. تفاجأت فيك آخر مرة، فليت قبل ما احكيكي، بس في كم شغله لازم نحكي فيها. وانا كمان عندي كتير اشياء لك اياها. وين رايح؟ بس في كم غرض لازم اجيبه من هون. طيب اطلع هلا بنحكي. يلا. نجيب ولد صغير وهيك بصير بلعب أنا وياه. لا مش هلا. ما بدك؟ قمر ممنوع تحكي عن هالموضوع حتى لو عن مزح. جهاد ولد صغير بغير لنا حياتنا. مستحيل نحن بهالوضع. إذا هيك مش حيصير عنا ولد أبدا. هيدا أنت خلي وضعنا يتحسن، بدل ولد واحد جيب لك 10. 10؟ ست زلفة بحب طمنك، الفحص كتير منيح، صحة الطفل جيدة، بما انه أول حبل وطيد الطفل بالطول، مشان هيك بطنك مش كتير مبين، بس تدريجيا رح يبلش يكبر البطن، لأنه يعني الطفل بده النمو عم بيزيد. وإن شاء الله عسلين. مرسي دكتور. هي مفكرة إنه أنت ما إلك ثقة فيها. القصة أبداً مش قصة ثقة. أنت بتعرفي أسبابي. طيب وبركة ما لقيت بنتك.
إذا ما لحقت لقيه أنا وطيب أكيد رح يجي يوم وتعرف مين بيها وطورت كل شي بملكه. ومن هلأ لوقت اللي بتلاقيها مين بده يستلم لك شغلك غير أنور وزلفة؟ هن اللي رح يكفوا لك يعني تبيت. لكن هن بحاجة لوكالة. والوكالة موجودة وبيستلموها تلقائياً من بعد موت. يعني أنت بدك تفل زلفة؟ تفل؟ مين قال تفل؟ هي قالت لي حسي إن وجودها عم بيسبب مشاكل مشان هيك بدها تستقل لوحدها. هي حرة، أنا ما إلي حق منها حتى لو هالشي بده يزعلني. عمتي يمكن هيك أحسن لها، بس أنا رح كون موجود وقت اللي بتحتاجني، وإذا ما عدت موجود كاتب لها حصة من ورثتي. حياتي سامي، حياة قلبها للماما. بدي تعرف في حياتي أنا عملت كل هالشي كرمالك تتعيش حياة كريمة ومستقبل حلو، وما حدا يشاركك بشي أبداً، أخيك جهاد ولا مرته هيدي الشحادة، اللي أنا عملت كل شي تأشحطها من هون. حياتي بكرة بتكبر وبتعرف أنا اللي عملت هيك ويصير كل شي لألك سامي. ريموندا سليمة، طالع سامي على المنطقة عم أهلك. شو هالكلام اللي كله حقد له الطفل؟ تريدوا شي تاني؟ لا يسلم. جهاد خبرني عن قمر، شو بتعرف عنها؟ وين أراضيها؟ عم بتشوفها؟ عم تحكيها؟ كاني كنت مهتمة فيها. يمكن ما تصدق بس أنا كتير ندمانة على المعاملة يلي عملتها إياها من قبل. قمر بنت معترة وأنا ظلمتها. مش بس أنت، كلنا ظلمناها، وإن شاء الله بالأيام الجاية نقدر نعود لها. أنا مني وعلي كتير حابة أساعدها. أوف، شو هالتغيير الكبير هيدا؟ ما كأنه رندا اللي عم بحكي معها. حقك تفكر هيك، بس الأيام بتغير يا جهاد. تأخرنا رندا، قمر فلت من الضيعة وتعرفت إنه جدة وستة توفوا. بعرف، كان بعدنا فوق لما توفوا وما حدا بيعرف ويني. جهاد لازم نفتش عليها. قمر بنت عائلة كتير غنية وأنا تعرفت عبي عن طريق الصدفة. زلمة آدمي وقتل حاله لحتى يلاقي بنته، وكل حدا يفتش عليها، بس هو ما بيعرف عنها غير اسمها واسم الضيعة اللي كانت عايشة فيها أمه. مزبوط، أمر عندها بي بس تركها هي وصغيرة وعايش حتى يلاقيها. زلمة بجنن بس مريض، وأنا وعدته أني ساعده، بلكي بكفر عن ذنبي تجاه أمر. فلت يا حرام هي وحبل. معك خبر؟ قمر حبلي؟ كانت ناطرتك تطلع حتى تخبرك. ما حدا قال لي. أكيد ما رح يقولوا لك. كيف بدي لقيها هلأ؟ ما في غير الأبونا بيقدر يساعدنا. أنا طلعت لعنده وحكيت معه ورح أرجع أطلع وشوفه. جربت شوفه بس ما لقيته. قمر ما عنده حدا بالدنيا كلها، ما تعطل هم، رح نلاقيها. لينا وين هالغيبة يا عم؟ اشتقنا لي. مشغولة زكية، مش عم بفضى انزل على بيروت. هلا رح خبره الاستاذ رؤوف واكيد رح ينبسط كثير بوجودك. هيدي انت ست لينا؟ يا اهلا وسهلا. شو عايشه هون؟
ايه عايشه هون ومع رؤوف. ومع رؤوف لهالقد مستغربه؟ تفاجأت بس ما خبروكي انه كنت رح كون صاحبه هالقصر؟ بلا خبروني كرمال هيك تركك عم رؤوف. كيفك عمتو سميرة؟ طمنيني عنك. الحمد لله ماشي الحال. جاي شوف رؤوف. زكية رفقي على الأوضة. حاضر تفضل. شكلها ناوي على شيء لنا. أنا اللي بعرف على شو ناوي. قلبك كتير طيب سعيد. أنا بدي خلي وحدة مثل هاي تسرقني لإلي؟ أنا اللي أعطيتها الأسوار وأعطيتها أغراض كتير قبل، وعطيتها عقود رندا كمان، وقلت لها هيدي الأسوارة هي الذكرى الوحيدة من أمه لجهاد، وإذا بتحبه لجهاد لازم تلمها بسنانة من الوحل، وهيك عملت. يعني قمر منا سراقة؟ لا هبلة وستين هبلة، لأنه فكرت تواجهني وتتحداني. طمني عنك كرمالي لورا. بس عم شوف غير هيك، وجهك مورد بوجود زلفة بحياتك. هودي نوياك العاطلة اللي عم بخلوك تشوفي هيك. والله نيتي العاطلة بتقول غير هيك، بتقول انه معقول تسلمها إدارة النادي قريبا. وليه ما بتقولي ناوي خليها تكشف جاد على حقيقته؟ وليه ما بتسلمها إدارة غير شركات تطرديها؟ لأنه المشاكل موجودة بهيدا النادي بالذات. هيدا السبب الأساسي لما جيت لهون. يا بتبيع يا بتخسر كل شيء. ما فينا نتخبى وراء اصبعنا رؤوف، لانك رح تتعرض للاختلاس والنصب بكل شركاتك ومصالحك اذا ما حطيت انت ايدك بالموضوع. ما تتعبي حالك كثير. اخذت قراري. ليه هو؟ اني بيع حصتي بس لحتى ارتاح من المشاكل. حبيبتي ما قلتي لي شو قال لك الحكيم؟ الحمد لله طمني انه كل شيء منيح. انبسطت انه مش اخذي كثير وزن، هو قال هيك احسن بالولاده. أنجا مبين إنك حبلي، كأنك بالشهر الثاني ما حدا بيصدق وبيعرف إنك حبلي. يعني نحن المشرمين حبسنا قمر بتهمه ما عملتها. مزبوط، حتى تطلع من الحبس والكل عم ببزق بوجهها لأنها وحدة سراقة وحرامية، وهيك بتحمل حالها وبتفل من هون نهائيا. وأنت اللي أمرتي بحرق الكوخ؟ أنت كنت السبب بموت ستة وجدة؟ فكر مثل ما بدك سعيد، مع انه موضوع الحريق ما خصه ابدا بموضوع السرقه، ثاقبت صار بوقتها. كذابه، قصه محبوكه بكل دقه. حياتي كل اللي عملته كرمال مصلحتنا. حرام عليك، كانت بتستاهل هيدا الشيء. مش لدرجه الاذيه والقتل. شو هامك انت سعيد؟ هلا عم تحس بالشفقه عليها؟ ما هي اللي كانت خربت لنا بيتنا. وانت اللي قضيتي عليها، كيف بدي احط عيني بعين ابني بعد اللي عملناه بزوجته؟ خلص بقى سعيد، لو بقيت هون كنت نكدت لنا حياتنا، والمصاري اللي كان عم بيبعتهم ابنك جهاد ما كنت قدرت استفادت ولا ليره منهم لنحسن الشغل. كان افضل بكثير من هالاحساس اللي عايشه هلا. كل الوقت كنت شاكك، بس كنت اقول مستحيل مستحيل زوجتي ريموندا الحلوه تكون حقودي ومجرم. خلص حياتي تركيني، بعدي عني. مش معقول تكوني انت الانساني اللي امنت على عائلتي. اي روح خلصني بقى. افت عمتي، خبرتي بابا بالموضوع اللي قلت لك عنه؟ كبر عقلك يا بنتي وبلا جنون. عمتي اذا بيي مش رح يعمل لي الوكاله انا رح فل. خبرتيه؟ خبرته. ايه وشو قال؟ قال انه ما فينه يجبرك على شيء. يعني ما عنده مشكله اذا ببقى او بفل؟
روقي يا قمر، روقي يا حبيبتي. هو قصده انه ما بحب يتدخل بحياتي، بس هو قال لي اذا بدها تفل انا رح ضلني حدا وساعدها، وشيلي هالافكار كلها من راسك. انا عيمي شوف شو الوضع. جاد بيشتري حصتك بالنادي بسعر مناسب، بالنهاية هو أحق بالشفعة من غيره. أقل حال أنا لازم أروح على النادي. ليه؟ لأنه بدي أعرض حصتي للبيع، واللي بيدفع أكثر بياخذها. إذا جاد بيدفع السعر الأعلى أنا ما عندي مشكلة بعطيه. ليه؟ أنت بتقدر تتحمل مشوار الطريق؟ ما تعتلي همي، ما رح موت قبل أوان. ما قصدي هيك، بس أنت بتعرف إنه النادي مش ماشي هلأ والشغل كتير ضعيف. بس زلفة عم تقول غير هيك. وشو عرفة هي؟ في أرقام بتحكي، المدخول زاد والأرباح زادت. بس وجودها بالنادي عم بيضايق الكل. شو قصدك؟ ما كان لازم خبرك، بس المفروض هلأ تعرف. الأرباح اللي زادت من بعد وجودها لزلفة هي أرباح حرام مش حلال. زلفة عم توصي خصية النادي رؤوف. ما بسمح لك تحكي عنها بهالطريقة. عم تعمل كل هالشي تتسودنا وجهنا قدامك وهي تبيض وجهها. انت ما بتعرف شي رؤوف. انا اللي بعرف، بعرف زلفة وبعرف اخلاقها كتير منيح. اذا بتحب روح شوف هالشي بعينك. عم تلعب رجال لعب، ورجال راكدين وراها وعم بيزتوا مصرياتهم، بس الله اعلم هي بالمقابل شو عم تقدم لهم. ما بسمح لك تحكي عنها بهالشكل. طالع برا، طالع برا بسرعة، طالع برا، طالع برا. معقول قمر كون انا عم ساعدك تجي تسرقيني بنص بيتي؟ انا؟ لك يمكن لو قلتي لي انه عجبتك الاسواره يمكن كنت اعطيتك اياها، بس تسرقيها؟ ست ريموندا، ست ريموندا قولي له انه انت اللي جيتي لعندي على البيت واعطيتيني الاسواره وقلتي لي انه هيدي ذكرى من امه لجهاد. قولي له قمر. ست ريموندا قولي له. انا روح على هيداك الكوخ؟ أكيد عم تحلمي. رامندا بترجيكي قولي له إني ما سرقت، أنت بتعرفي. بترجيكي قولي له. رامندا حرام عليكي، حرام. بوسي إيدك، بوسي إيدك. رامندا قولي له، بترجيكي. ما رح تحكي الحقيقة يا بنتي، ما رح تحكي الحقيقة، ما تترجيها، ما رح تحكي. رامندا بترجيكي، بترجيكي قولي له ما سرقت. بترجيكي قولي له. تخيلي هيدا الفخ اللي كانوا عم يحضروا لك اياه وانت يا معطر يا غافل لك الله. معها حق جميله، مسكيني يا قمر. يا بك يا بك، البقره ولدت عجلان واتنيناتهم بصحه منيحه. عد حدي يوسف. طمنيني كيف صار بي؟ أحسن، حطيته حبة الدواء والأكسجين وغفي. حسيت في شي غلط، قلبي ناقصني. شفتي كيف فلت مرعوبة؟ مدري شو قالت له حتى نهار هيك. أكيد أذيته بالحكي. قمر تقبريني يا بنتي، اوعى تجيبي له سيرة الفلة هلا. دخيلك يا قمر رؤوف بحاجة لإلك يا بنتي. هيدي هي الحقيقة يا باك، مثلي مثلك تفاجأت بهالمصيبة. ما كان مفتعل الحريق؟
مين كان بيعرف؟ الله أعلم. يوسف، يعني ما في حدا له علاقة بهالشي؟ والله يا باك، عم بيقولوا إنه الختيارة كانت مضوية شمعة ونسيت تطفية قبل ما يناموا. بس ليش عم تسأل يا باك؟ ما في شي يوسف، ما في شي. أكيد أبونا بقبله بدون تفكير. قلت لها هالشي؟ يا ولدي متري كيف عايشة، كيف بده يربى هالولد؟ إذا شفتيها ما بتعرفيها جميلة. عم بتخيلها أبونا، وشها منقر تعبانة وضعيفة. ضعيفة إيه؟ بس مش تعبانة كتير. ليه ما عم تشتغل؟ عايشة ترخني جميلة. بلا مزح أبونا، الله يساعدها ويقويها. الله ساعدها لا يتبين. بيا غني كبير، ساعدها وعلمها، صارت إنسانة تاني. قلتلك إذا شفتيها ما بتعرفيها جميلة. شو هالخبرية الحلوة أبونا عن جد؟ طبعاً عن جد، عم بمزح لكين؟ خي اليوم أحسن. الحمد لله، بس حسها حلي بعدنا تعبين شوي. هيدا من الدواء، هو بيرخي لك اعصابك. تفضل العرس. نام بغير أوضة سليمة، بكرة بينسى، ما تعتلي هم. بدل ما يكون مبسوط قال زعل، إلا وبدأ اتكل عليه لكيت هيدي الشحادة عم تتمقطع فينا هلأ. معك حق، طولي بالك عليه، بس خبرتي إنه أنت اللي حرقتي الكوخ. أنا ما حرقته سليمة، اوعى اوعى تجرب تلفظي هالكلمة مرة تانية على لسانك. شو فهمتي؟ حاضر ستنا، بدي كيف بيصير؟ فل من وجه. هو معقول يكون مزبوط اللي قلته لينا عن زلفة؟ لا ما تقول هيك، زلفة بنت أصل. أنت شو عرفي بأصل عمتي؟ يا عمتي الإنسان بينعرف من عيونه، ولو كانت هيجي هيك كان جربت تتقرب منك هيجي. أنت أول واحد. معي حق. اوعى تجرب تقلا شي. شو نسيت؟ نسيت شو عملت بفريد ابن صاحبك؟ قدام عيوننا شحطته. أصلاً أنا دفعت عن زلفة قدام لينا، مشان هيك انفعلت. أنا حسيت بهالشي. الله يلعنها ويلعن ساعة اللي اجت فيها لهوني. حسيت انه من ورا ما جيتها في شي مش منيح. لينا عمتي من جهة جاري، وانا اكيد هو اللي بعتها مشان تقنعني. اصلا هي بلسانة قالت انه جاد مستعد يشتري، وهني عم يعمل المستحيل حتى يقنعوك. شو ما كانت الاسباب انا مقتنع انه لازم بيع، بس بدي بعد المشاكل عن زلفة عم بنتي بعدين، لأنه مثل ما شايف المشاكل والحقد والخبسنة رح بزيدوا أكتر وأكتر. بس يا رؤوف. ما في بس عمتي، بدي موت وأنا مرتاح، ما بدي ورطهم المشاكل. لينا وجاد مستعدين يعملوا أي شيء تيوصل للي بدهم إياه. حق معك. Thank you.
قلت لك ما بعرف وينها. الموضوع كتير حساس أبونا، لازم نساعدها حتى تلاقي بيها وتتغير كل حياتها. ليش أنت بتعرفي بيها؟ تعرفت عليه بطريق الصدفة، إنسان طيب وآدمي وكتير غني، بس مريض ومعه بالقلب، حابب يشوف بنته قبل ما يموت. شو التغيير المفاجئ؟ نسيتي شو عملتي فيها انت واختك؟ هلا صرتي بدك تفتشي عليها وتساعديها؟ بدي كفر عن ذنوبي ابونا. صحيح انا عذبتها وجرحتها واذيتها، بس صدقني مش انا اللي. لكن مين؟ بيجي نهار وبعترف لك بكل الحقيقه، بس هلا ساعدني حتى نلاقي قمر. يا بنتي السر اللي انا حامله انا مؤتمن عليه، ما في افشي. بس هيدا عمل خير يا ابونا. بس هي اللي ما بدها تشوف لا جوزها ولا بيها. بس يا بنتي انا بقدر توبتك، بقدر ندمك وبقدر نيتك، بس ما في اتصرف بشي من دون موافقتها هي. طيب أبونا، وعدنا إنه لما بتشوفها بتحكيها وبتخبرها عن وضع بيها، بلكي بحن قلبها وبتسامحها. بوعدك. بشكرك. الله يحميكي ويهديكي يا بنتي. سكراندا؟ سليم؟ كيفك؟ أنا منيح. أنت جيتي ما شفتك بالقصر. انتبه سليم، ما بدي حدا يعرف أنه أنا هون. حتى الست ريموندا؟ بالأخص ريموندا. أنا كنت عند أبونا الياس، جيت حتى أعرف منه وين قمر. شو بدك بقمر ست راندا؟ ما تخاف، مش رح أأذيها، أنا حابة ساعدها مثل ما ساعدتيها من قبل. ما هيك؟ أنا كتير ندمانة على اللي صار وبدي صلح غلطي. بعتذر ست راندا، بس مش قادر تصدقني. ما هيك حقك، ظروف الحياة بتغير الإنسان سليم. أنا ما كنت بتمنى يصير يلي صار بقمر، يمكن كرمال هيك فليت. من بعد شو ست راندا؟ خبرني شو بتعرف عنه؟ عم تحكي معك؟ ضروري أعرف وينه. ما عم تحكي معي أبداً، أنا كمان بتطمن عنها من أبونا الياس. بعدك بتحبها؟ شعوري لإلها ما كان غير مجرد صداقة يا ست راندا. أف، مع إنه اتهمتونا زور. قمر مخلصة وفية وكانت تحبه من نص قلبها لأساس جهاد، وأنا بعد ما فلت اكتشفت إنه شعوري لإلها كان حلم مستحيل، وهلا ما بفكر فيها غير مثل أختي. لم يا نصر، لازم فل، لازم انزل بكره على بيروت. بعرف هالشي. في اطلب منك شيء؟ شو؟ فيك ما تفتحي القهوه بالليل؟ اوف، بطل في ثقه بيناتنا وليد؟ مش هيك قصدي، بس شو؟ قبل ما اعرفك وليد ما خليت حدا يلمس شعره من شعراتي. هلا من بعد ما تعرفنا على بعض صار بدك تخاف علي؟ عم غار عليك، مش عم خاف. ايه ما تغار وليد، لم يبغيبك رجال. ما بدي اياك تصيري الزبونات. ايش بعد يسترجوا؟ بعد ما هددتهم؟ إذا شافوني فليت بخاف إنه ياخذوا راحتهم ويصيروا يطلبوا منك تقعدي معهم وتسيريهم. زكية، ممنوع حدا يفوت عند الأستاذ رؤوف، مفهوم؟ بس الست لينا ناطرته بالصالون، قال بدها تشوفه ضروري. قولي لها تعبان ونايم وخليها تفل بسرعة. حاضر. ست لينا، بنعتذر، الأستاذ رؤوف كتير تعبان ونايم مش قادر يشوف حدا. زكية، لازم شوفه ضروري قبل ما فل. بس الست سميرة مانعة حدا يشوفه. بدي أحكيه بخصوص الشغل. زكية، لو سمحتي اتركينا لوحدنا.
انت ما بتفهمي؟ قالت لك نايم وتعبان. وانت شو خصك؟ انا اللي خصني. بصفتك مين؟ بصفتي بنته. ضحكتيني. ليك اذا بصير له شيء بي ما تلومي غير حالك. بيك وصل احتيالك انه تنتحلي شخصية بنته؟ فلي من وجهي احسن لك. ما تهدديني زلفة. انا ما عم هددك، انا عم نبهك. طلعي برا. رح نتلاقى ست زلفة. غريب غريب كيف القلب بيهتف إلها كأنه من مد بيعرفها وهي غريبة لكن قريبة يا هل ترى هيدا نصيبي. غريب غريب كيف القلب بيهتف إلها كأنه من مد بيعرفها وهي غريبة لكن قريبة يا هل ترى هيدا نصيبي. مثل القمر مثل القمر قدام هذا أبو البشر منا حدا ما في حدا مشتاركي بقلبه أسر. مثل القمر مثل القمر قدام هذا أبو البشر منا حدا وما في حدا مشتاركي بقلبه أسر.